سلام عليكم ورحمة معاكم ام كامل او احد كامل. النهاردة يا بنات زي ما انتم شايفين وزي ما انتم ما كنتش متوقعين، لان انا عارف من صورة المقطع قلت ام كامل اكيد مش هتعمل بيت واقعي. شباب بنات النهاردة زي ما انتم شايفين انا في اكتر ماينكرافت واقعية في احسن اصدار وبافضل مودات. فشباب بنات النهاردة قررنا ان احنا نعمل ايه يا سعد؟ ابو سعد احنا نعمل تحدي بناء. تحدي بناء إن بناء عادي أتسبق. بناء عادي هنبني بيت عادي احنا سؤال انا هسالك سؤال. ايوه احنا بنعمل حاجه عاديه؟ نو 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 حاجه عاديه. يبقى افضل بيت. خلاص بقول لك يا اساس انت ضدي. يعني انت مش معايا. انت فاكر انت معايا؟ انت فاكر انت معايا؟ كده انت شكلك مز وانت واقف هنا. والله صوره مقطع لوحدها دي، شوف شكلها عامل ازاي. والله شوف الوي، شوف الميه، شايف المايه؟ ولا 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 سحس ولا سحس. المايه دي ولا مايه معدنيه؟ لا مايه معدنيه. انا اقدر اشوف من تحت. انا اقدر اشوفك. اوه ماي جاد شباب المايه تحفه. بص بص مستحيل تكون دي مايه كرافت. شباب قبل ما نبدا المقطع قبل ما نعمل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. وقبل ما نبدا المقطع قبل ما نعمل اي حاجه يا شباب بنات عايز اقول لكم ان اللايك والاشتراك ببلاش لمده 3 ايام في قناه ام كامل. شباب انتوا مستنيين ايه؟ بعد كده يبقى بفلوس براحتك. عايز تثبت وجودك اثبت وجودك على المقطع ده بلايك عشان بعد كده هتندم. حط لايك على المقطع ده واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات وصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. واللي حابب ينتسب في القناه ماديا جنب كلمه اشتراك هتلاقي كلمه انتساب باي مبلغ بالراحه انتسبوا بقى على حاجه يا جدعان. لا يا شباب بص اللي عايز ينتسب باي مبلغ مادي هكون شاكر ليك احلى بوس يا شباب. بصوا اشتركوا على قناتي في بصوا يلا بينا على المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما شوف يا اخي القريه شكلها حلو حلو قوي. انا عايز ابات هنا. ابات هنا ايه ده؟ بص جنه والله جنه، انا شايف جنه قدامي. المهم يا شباب زي ما انتم شايفين ده سور البناء. طبعا سحس هياخد له جنب، انا هاخد تقريبا اليمين هو هياخد الشمال. هل انت جاهز يا ابو السحسيح؟ يلا اكيد اكيد جاهز. يلا بسم الله. زي ما انتم شايفين الشباب عندنا هنا الجنب اليمين اهو والجنب الشمال اهو. يلا سحس جاهز يا صاحبي جاهز. بقول لك ايه، الناس هم اللي هيقيموا مش انا ولا انت. والخسران الخسران ها ركز هيعمل جيف اواي على حساب ماينكرافت فول اكسس. ما بيبص اللي هياخده يبقى بتاعه وباسمه وبجيميله وكل حاجته. تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ تضحك انا اعمل والله بص انا هموت نفسي على التحدي ده. ابعد ابعد. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اب 3 لينا 10 دقايق بس. ها 3 انا المنطقه عندي بايظه ماليش دعوه. 3 يلا بسم الله. شباب زي ما انتم شايفين احنا عندنا ميه فهنستغل الفرصه ان احنا قدامنا ميه ونعمل حاجه كده يعني بول على بحر. هفهمكم الطريقه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. شباب طبعا كل البلوكات هتختلف عن اللي احنا بنشوفها في تحديات البناء الثانيه، لان النهارده يا شباب ماينكرافت واقعيه بطريقه مش طبيعيه حرفيا. فا اوكي هنستغل الفرصه بالميه اللي موجوده هنا دي ونعمل كده. والكوارتز الكوارتز شكله تحفه قوي يوفي يوفي. شباب بنات انا نفسي اكمل في ماينكرافت كده. انتوا ايه رايكم؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات وحطوا لايك واشتراك اعرف رايكم منها. يلا بسم الله خلونا نعمل كده. طبعا دي ده حمام سباحه بري مائي. حاجه بصوا مش هقول لكم بقى انا طبيعيه، انتوا هتشوفوا بنفسكم يا شباب، هتشوفوا بنفسكم الحلويات وهتشوفوا قد ايه مكمل بيفكر وعنده مخ مش بطاطس كمان. فبسم الله الرحمن الرحيم. اوكي خلاص وصلنا للنهايه تقريبا. اوكي يلا بس اخر حاجه. لا لا بص بص خليها سلاب، كلها سلابات كلها سلابات عشان يبقى شكلها حلو. بس شباب شوفوا بقى هنا هتقول لي مكمل طب وكده ما البحر والسمك ممكن يخش وبعدين هتعمل ايه؟ انا هقول لك دلوقتي هنجيب جلاس. طبعا الجلاس هنا اتوقع ان شاء الله يبقى شفاف بطريقه حلوه جدا بالذات تحت الميه. ايوه الله 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 ام كامل ليتس جو. طبعا نمشي عليها كلها زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده كلها. اوكي بحس ان مفيش اي سمك او اي حاجه تقدر ان هي تدخل من هنا. بس الشباب وشوفوا شكل الاعشاب. واو يا شباب ان شاء الله هعمل احسن بيت في ماينكرافت دي وباذن الله اعمل افضل بيت واقعي باذن الله واحد. اوكي بس خلونا نكمل كده زي ما انتم شايفين. والله بفكر يعني اجيب السلابات دي واحطها هنا كده يعني تقفل الدنيا زياده. حاسس ان كده امان اكتر يعني من السمك وكده، لان لا السمك كان رجلينا وانا قاعد بستحمى جوه ولا بتسبح جوه. فا اوكي شباب خلونا نكمل زي ما انتم شايفين. هنيجي هنا وتحت هنا طبعا صعب شويه ان احنا نخش الحته دي. لا مش صعب ولا حاجه، انا ممكن اعوم بس الوضع طلع صعب يا شباب. اوكي هنيجي هنا اخر حته. اوكي ليتس جو هنا برده وهنا بس بس صح. ياب ياب اخر حاجه. ايوه بس يا شباب ناقصنا بس سلابات هنا. لا وانا حطيت وانا حطيت الجلاس. والله اني ذاكر شو حطيت الجلاس فين؟ مش نافع انا في بناء حمامات السباحه والكلام ده. ممكن من جوه اعمل كده اهو اهو. اوكي الله هنا كمان ليتس جو ليتس جو. الله عليك يا كامل اخر حاجه. اوكي بس بس خلاص خلاص اتوقع انه خلاص 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 اخر حاجه.
بس كده شاب ليتس جو بس 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 خلاص ليتس جو. يوه شاب دي البدايه بتاعتنا. اوكي الجلاس هنا شكله مش حلو فخلونا نشيله كده تمام. بس ده اتوقع يعني ايه زي نظام حمام سباحه بسيط جدا ولذيذ جدا ومش اي حد يعرف يعمله تمام. يلا خلونا نكمل شاب. بصوا بقى بالنسبه للبيت بتاعنا انا مش عارف الصراحه اعمل بيت طبيعي اللي هو بنشوفه زي بتاع القرويين وكده ولا اعمل تصميم اللي احنا بنشوفه والله خلاص شاب هنعمل تصميم اللي احنا بنشوفه من هم التصميمات الجديده دي الموديلات الحديثه دي يا شباب فاهمين انتوا ازاي. بصوا بقى هنبدا الاول بالبلوكات البيض لا مش بلوكات العمدانه تبع البلوكات دي تمام. بعد كده هم عاملين كده طبعا ده الباب اوكي. بعد كده نعمل شباك اوكي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي طبعا الشباك اصغر. بعد كده ايه نظام الجراج بقى انتوا فاهمين الجراج والكلام ده بس كده حاسس ان انا هقرب قوي من السور فمش عايز اقرب من السور. خلونا نبعد مثلا شويه من هنا تمام زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده واتوقع كده خلاص نقفلهم بقى ببعض. هتعمل ايه؟ اعمل بيت بس الشمس يا اخي الشمس ما بحبش الشمس كده تعرف تعدل لنا على الشمس الشمس كده بص الجو بيليل هو المنظر ايوه كده شوف احلى بكتير. ليتس جو ليتس جو. طيب بالنسبه هنا هنعمل ايه؟ هعمل بيت كنا اعمل ايه؟ انا بعمل بيت ماليش دعوه ماكش دعوه انا بعمل انت بتسالني ليه ها؟ بس عايز تغش يا غشان. انا دلوقتي دماغي فاضيه من البيوت. اعمل ماليش فيه انت اعمل حاجه حلوه هم الناس اللي هيقيموا تحت في الكومنتات وهيشوف مين اللي فاز باكتر بيت واقعه في لعبه ماينكرافت تمام. زي ما انتم شايفين كده خلاص تمام حلو قوي. بالنسبه هنعمل ايه تاني؟ اوكي البيت المدخل بتاعه يبقى فين؟ مش عارف ده ولا ده الصراحه بس هختار ده نخليه الجراج تمام؟ فخلي ده المدخل بتاع البيت وهنا طبعا يبقى فيه ازاز وهنا يبقى فيه ازاز تمام؟ حلو قوي. شباب هنا مخ طالما مخ شغال انسوا ان مكمل يعطل على طول. اوكي بالنسبه للالوان دي مش عارف حاسس ان لازم تتعمل كده لا لا مش مش كده مش كده قوي يعني كده ما تزوداش يعني. اوكي خلونا نختار الباب بسم الله. طبعا احنا بنبدا البدايه بتاعتنا بالبيبان والحاجات الاسطوريه يعني كبدايه طبعا. بالنسبه لشكل البيت من بره يبقى شكل لا كده كده وحش قوي كده زودتها انت. شوفوا الجمال والحلويات ليتس جو. والله يا سحسل افوز عليك انا متاكد من المعلومه دي قوي يعني. اوكي يلا بسم الله. طبعا الجلاس هيبقى لونه جراي نفس يعني الشباك. يا اخي شكل البيت حلو قوي تحفه تحفه تحفه. اوكي خلونا نكمل. سلابات برضو نكمل السلابات هنا. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. والدرت ده مش جاي مع السلابات والحاجات اللي انا بعملها بس مش مشكله فاهمين ازاي يعني ايه نحاول ان احنا نعمل واقعه على قد ما نقدر تمام نخليها توصل لحد ورا هنا. ليتس جو. بالنسبه بقى لقدام البيت ممكن نعمل لا 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 كده تخرب كده مكمل المسبح بتاعك. اوكي ناقص لنا بس هنا كده شايفين الحته دي كده ناقصين بس ان احنا نعمل فيها ايه لقطه صغننه كده هتحل الشكل بطريقه مش طبيعيه خالص. شوفوا 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 اللقطه دي ستون ايوه تعالى انت ومعانا كمان بطن. اوكي بطن 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 بطن. اوكي نجيب دي هنا كسر كسر ايوه ايوه ايوه. شوفوا بقى اللقطه دي شوفوا دي دي حركات دي 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 كده لا الزراير شكلها مش حلو. هي الزراير شكلها مش حلو مش هنكدب على بعض يا شباب بس يعني يعني ممكن نسيبها وقتي والله شكلها مش حلو يا شباب احس ان هي مالهاش لازمه اصلا. ده بالنسبه للمسبح وضعنا فوق لسه بتيجي فيه بس ممكن نشيل الدرت بعدين ونبقى نحطه ساند مش مشكله فخلي الموضوع ده بعدين. يلا بسم الله. ايه ده مين اللي عطس ده اوكي يلا بسم الله خلونا نكمل خلونا نعمل البيت بقى بتاعنا. اوكي بالنسبه بقى للبيت هو هيبقى ماشي مع الارض تماما يعني طبعا ده يتشال انتوا ملاحظين البيت ده شويه ولكن هو مش هيبقى ضيق ولا حاجه هيبقى بنفس الارتفاع ده. هتقول لي ازاي مكمل انا هقول لك ازاي دلوقتي يعني نيجي هنا كده نعمل سلاش فيل بعد كده نقوم جايين الناحيه الثانيه من لحد هنا مثلا كده لا تحت شويه كده حلو اوكي كده حلو لا قدام شويه كده حلو وننزل واحد اثنين ثلاثة ونعمل كده 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 بعد كده ايه ليتس جو. اوكي زي ما انتم شايفين تتوقعوا ان هو خرب لا 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 ما خربش. شوف الحركة دي شوف اللقطة دي شوف هعمل ايه نيجي هنا بعد كده نيجي هنا ويعمل سلاش لا مش هنا يا مكمل مش هنا هنا على البلوكة دي تمام كده 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 ماين كرافت. بعد كده نكتب جراس بلوك ما تكتبوش جراس بس لان انا عارف الموضوع الجراس بس ده جراس. اوكي بعد اذنك جراس بلوك بس ليتس جو. واو هسحسل افوز عليك تقول لي انت يما انت يا محمود انت بتغش ولا ايه؟ ولا لا 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 ولا اوعى تكون بتغش يلا ليتس جو. والله العظيم لو بتغش بص ربنا موجود يا سحسل من غشنا فليس منا براحتك انت غش حسابك عند ربنا حسابك عند ربنا عسير ها لا لا غش يا عم ماشي ماشي والله شكله اصلا غش لان البيت عجبه فاكر البيت بتاعي لا عجبه ماشي
ماشي خلونا نكمل الشباب، خلونا نكمل. طبعا البيت هيبقى من هنا ومن هنا كده زي في عمدان. لا بس كده كده حاسس ان دي اوسع صح، دي 3 ودي 2. اوكي خلونا نشيل دي خليها 3 برضه. يلا احلى 3 ونفس الكلام 1 2 3. طبعا كانوا عاملين كده ونيجي في الاخر برضه 1 2 3 ونقوم عاملين كده. ليتس جو ليتس جو. بالنسبه للارضيه ايوه ايوه. يا سلام يا شباب، ده بيت ده ولا قصر؟ مش ممكن يكون ده بيت واقعي، ده قصر واقعي يا شباب. بسم الله الرحمن، بسم الله ما شاء الله. مكمل طلع بيعرف يبني يا شباب برضه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في البناء بتاعي. هنا الصراحه مش عايز احط اللي هو الجلاس ده، مش جاي معايا جلاس. ممكن احط الجلاس مثلا في النص هنا. اوكي في النص هنا جلاس، والباقي ده هيبقى ابيض عادي. اوكي ليتس جو ليتس جو. شوف هنا هيبقى ابيض عادي. اوكي خلينا نجيب الابيض ده نحط منه هنا بسرعه 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 بس كده. شوفوا يا عيال ولا نعكس. اها حاسس ان احنا المفروض نعكس او مش نعكس دي كده. بصوا 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 كده كده احسن، كده افضل يا كده افضل بكتير يا شباب. نسيب فرق بين البلوكه دي والبلوكه دي ونحط الابيض هنا يا كده احسن بكتير. اكتبوا لي برده رايكم تحت في الكومنتات. اوكي خلينا نكمل نفس الكلام. هنيجي هنا نقوم حاطين البلوكات اللي لونها جراي شويه دي بعد كده. او ده مش جراي، ده لون ايه ده؟ ايوه جراي شباب، انا ما جبتش حاجه من عندي. يلا بسم الله ونكمل نجيب اللون الابيض نحطه هنا. هو احنا المفروض قدامنا كام دقيقه؟ هم 10 دقايق بالتمام والكمال، وممكن اديك دقيقتين وقت بدل ضايع فاهم انت، مجرد البدايه وكده يعني. ليتس جو. والله من كلامك استحسن بتقول لي ان انت هتخسر خساره شنيعه، ولكن هنشوف 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 النهايه. النهايه برضه شباب ما تعلموش البني ادم ده بيحضر لنا ايه يعني فاهمين، نخلي بالنا شويتين. يلا بسم الله خلينا نكمل البيت بتاعنا، نقفل بقى البيت كده اهو. يلا بسم الله، انا هحط شويه تصاميم وتفاصيل جوه اسطوريه بس خلاص. بس خلص ايه البيت من داره كده. ما تعرفش ده سبيرة اكتب لك ايه؟ سبيرة اكتب لي ابو الساعه سحر رتب براحتك وفي الاخر مكمل اللي هيفوز بقى. شباب تتوقعوا مين اللي هيفوز تحت في الكومنتات؟ توقعوا لي تحت في الكومنتات، واللي هيفوز واللي هيكتب صح يعني ليش فل، اعمل فل واعمل بص اعمل كل اللي نفسك فيه. في الاخر هنشوف مين اللي هيفوز. يلا بسم الله يا شباب خلونا نرجع كده. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. والله تلاقي باين لك بيت من الديرت كده يا شباب، بس تصدقوا ممكن بيت من الديرت يبقى التفاصيل بتاعته احسن من البيت الموديل الحديث. ممكن يا شباب الله اعلم. ايوه ايوه يبقى انت بتبني بيت من الديرت. لا 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 شباب الواحد برضه ايه بيمخمخ برضه انتوا فاهمين يا اخي، شكل البيت بتاعه اسطوري. والله انا افوز باذن الله باذن الله افوز باذن الله. والله يا شباب انا ما اتعلمتش موضوع البناء ده، واكتبوا لي تحت في الكومنتات هل حد فيكم فكر قبل كده وهو بيبني يغش من يوتيوبر او مثلا فيديو او مثلا تصميم من على جوجل او كده. انا عن نفسي والله يا شباب عمري والله عمري ما فكرت في الموضوع ده، دايما ما اخش ابني حاجه ولا كده، بخش كده واسيبها على الله وببني احسن حاجه الصراحه. ولا يعني ساعات وساعات الصراحه، ساعات على حسب. بص هو على حسب الرسمه. اوكي المهم خلينا نكمل بس بقيه البيت بتاعنا. يلا اوكي الله لا اعمل لك تفاصيل اخليك تخش البيت تقول ايه ده كامل. ليتس جو يا اخي شكل انت بص، انت اول ما تشوف اصل البيت بتاعي انت هتحب تقعد فيه. تمام احب ان انا اقعد فيه. ايوه شكلك بتبني البيت بتاعنا. ليتس جو ليتس جو. اوكي يلا بسم الله كده خلاص اخر حاجه نخش بقى للتفاصيل. اخر حاجه لا انا دخلت في التفاصيل اللي جوه بس يعني لا ايوه ساس ما تقلقش يا ساس. اوكي ما تقلقش ما تقلقش. ماينكرافت كوارتز بلوك ونديها حته كده. شوفوا المنظر شوفوا المنظر يا عيال، حاسس ان ناقص شباك هنا. والله يا اخي شكل الازاز شكل النور وهو داخل للبيت كده مش طبيعي. والاساس احنا مفعلين ار تي اكس ولا بنلعب بحياه واقعيه؟ اقسم بالله شكله وسط مش طبيعي مش طبيعي. سحس اعمل اعمل الجو نهار، اعمل الجو نهار اخر نهار اللي انت عملته في الاول وقلت لك لا اوكي بعد كده رجع ده تاني. اعمل اخر نهار، انا عايز اشوف الشمس وهي داخله من البيت. بالله عليكم اشوف المنظر ده. لا لا مش ده مش ده خلاص ارجع مش تاني ده مش ده ارجع ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني. ام سو سوري ام سو سوري. الشمس كده مش متعمده على البيت كده، الشمس جنب البيت ولكن كده يا اخي مش طالع من بيت، طالع من قصر. والله والله جمال وحلاوه. اوكي بعد كده نجيب بقى بتاعه البحر عشان النور. انا عايز اشوف النور بتاعي هيبقى عامل ازاي في البيت هنا. اوله اوله او ماي جاد او ماي جاد يا اخي يا اخي. البيت ده مش محتاج ترش يا شباب، مش محتاج نحط فيه ترش، بس هنضطر ان احنا نحط ترش يعني لان شكلها برضو يعني فاهمين لذيذ جدا وشكلها يعني بتنور اكتر وشكلها حلو اكتر فاهمين ازاي. فعشان كده انا هحط ترش في البيت، انما غير كده ما كنتش هحط ترش. نحط بقى في العمدان دي كده وفي اخر عمود ده كده، في كل العمدان طبعا احط ترش عشان يبقى شكله حلو جدا. وشكل البيت لحد دلوقتي مش هقول لكم تحفه وحاجه فوق التحفه الصراحه. وسحس انا متاكد ان هو ينبهر بالبيت من جوه اكتر من بره باذن الله يعني، وبالذات الحاجات
الحاجات اللي انا التفاصيل اللي انا عاملها. يلا خلونا نشتغل بقى على الحاجات الطبيعيه بتاعتنا واللي هي مثلا سرير. اوكي طبعا بيت صغير زي ما انتم شايفين, فهنشتغل على تفاصيل بسيطه جدا. بالنسبه للسرير هنيجي كده, بعد كده نجيب الاغراض اللي دايما بنحتاجها في لعبه ماينكرافت زي مثلا. اوكي خلونا نجيب البتاعه دي عشان نفاجئ بيها. واقول لكم استنوا كده ثواني بس كده, ايه هنجرب بس حاجه صغيره كده بس يا شباب. ايوه عملنا كده مش عارف والله, مش عارف. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم, مش عارف هي او مش منوره بس عارفين كده كاني جايب سيراميك بورسلين, مش عارف حاسس في حاجه لذيذه قوي كده مش عارف والله. شباب اكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم. والله يا سحسن خليك تمبير, انا متاكد انا متاكد بالانبهار وشايفه على وشك من قبل ما تدخل البيت كمان. ليتس جو يا شباب, ليتس جو يا اخي رهيب رهيب. اوكي الدخله بقى هنا نحط ده كده. اوكي نجيب بقى نجيبهم تاني البيبان بتاعتنا. شباب انا مبسوط جدا والله مبسوط جدا. حاسس الباب ده احلى, حاسس الباب ده احلى. طب لو برش بليت جه قدامه هيبقى احلى بكتير. برش اوكي خلونا نشوف برش بليت هنا. برش بليت مفيش. طب اوكي هنكتب ايرون, اتوقع هيجي لي برش بليت لو كتبت ايرون. اوكي خلونا نكتب ايرون. اوكي ايوه فين ايرون برش بليت, فين البرش بليت؟ الو برش بليت ما بقاش موجود في ماينكرافت ولا ايه؟ طب خلاص خلونا نجيب ليفر عادي جدا. شكل ليفر بيتكتب بريشر بليت. ماشي يلا بسم الله نحط واحده جوه واحده بره. يا عم مالناش دعوه احنا بقى بريش بريبريت ولا الكلام ده, انت بس ليك في الاخر تتفرج على اللعبه. ها تتفرج على اللي مكمل عامله في البيت. اوكي اقدر احط دي, يا سلام. اوه لو اقدر احطها, دي اقدر ازرعها صح؟ اتوقع اقدر ازرعها. اوكي خلونا نجيب بوم ميل. يا رب يا رب اللي في بالي يحصل يا رب, عشان لو اللي في بالي حصل خلاص انا مش محتاج حاجه من الدنيا تاني. اوكي خلونا نجيب دي كده. يا رب يا رب. هنا فين؟ خلاص بس ندرس المكان بتاعها. هنا حلو قوي. اوكي يا رب تطلع يا رب تطلع يا رب تطلع يا رب تطلع. زي ما طب اعمل لها ايه وتطلع؟ اوكي افتح لها المكان من فوق كده. اوكي ينفع تكبري؟ ايوه طلعت صح يا عيال, طلعت من البيت. طب من بره شكلها عامل ازاي؟ اوه ماي جاد شكلها طلعت. يا عيال خلاص ساس, انت خسران. انت خسران ايه بصراحه؟ انت لا. خسران يا عم. اسمع مني انت خسران. لا لا قول لي حاضر يا محمود. لا لا. طب قول لي حاضر يا محمود. قول لي حاضر. لا 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 يا عم لا لا. فكر بس قول لي خسران براح. انت بص انت اعمل اللي انت عايزه بس المهم ليك النهايه, وانا كمان ليا النهايه. يعني انت ممكن تبقى احسن مني في النهايه طبعا. اكيد طبعا ايوه بس لسه بعمل في البيت من بره. ماليش دعوه انت اعمل انت, ماليش دعوه. اما حاجه النهايه ماليش دعوه. اوكي في كاندل عندنا. اوكي في كاندل يب في كاندل. ليتس جو نقدر نحط هنا, نقدر نولعها بقى نشوف شكلهم وهم مولعين. اوكي خلونا نشوف شكلهم واحنا مولعين. واحنا مولعين ايه وهم مولعين؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اقول لك يا سعس انت هتبقى مبسوط بالبيت ده اكتر مني اقسم بالله, صدقني هتبقى مبسوط بالبيت ده اكتر مني. اوكي نايس. ايه تاني؟ والله انا حاسس ان هي محتاجه واحده كده في النص. ايوه يا سلام. نايس. ايه تاني بقى يا شباب؟ كرافتنج تيبل والاغراض بتاعتنا العاديه وبالذات الفرن وهو مولع لان بيبقى شكله تحفه قوي الصراحه. وسلالم شيست ده اندر شيست. اوكي نجيب كل الاغراض اللي احنا ممكن نحتاجها. بالنسبه للسلاسل دي ممكن نحط واحده في نص البيت كده. في كل بيت مصري هتلاقي واحده من دي يا شباب, المصري الاصيل بس لان في العيد بيحتاجوها جدا جدا. وطبعا اللي عارف يكتب لي ليه تحت في الكومنتات. خلونا نعمل ده كده. هنجيب بس شويه كول او اللي هو الفحم. اوكي ليتس جو. بعد كده نجيب مثلا معانا شويه لحمه, لحمه كتيره بصراحه لان انا عايز يفضل الفرن مولع لحد اخر الفيديو. تمام نروح على قسم اللحوم ونجيب لحمه كده ونحط اللحمه في الفرن. يا ساس يا ساس وربي بص لخليك تنبهر يا صديقي. يا اخي الحلاوه دي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دي شدا ايه ده حوده ده ايه ده حوده ده ايه ده حوده ده اللي انت عامله يا اخي ايه ده ايه ده. انا مبسوط باللي انا عامله فاهم يعني. تحفه كده تحفه 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 تحفه. مش عارف اوصفه لك والله. ساس انت تبقى تشوف بنفسك يا ابو السحسيح بقى انت فاهم. اوكي بسم الله دي الدخله بتاعت البيت طبعا. ممكن نعمل البيت كله تصدقوا؟ والله نعمل البيت كله. شكله احلى شكله احلى. اوكي خلينا نعمل البيت كله. لا اوكي وكرافتنج تيبل يمشي والله مش على كرافتنج تيبل ومش على الفرن. دم اوكي ساس انت خسران. صدقني انت خسران. بص بدون مبالغه انا مش ببالغ والله. انا اقول لك كلمه واحده يا صاحبي, انا مش ببالغ. اتفرج للاخر يا شباب والله انا مش ببالغ. اكتبوا لي انتوا تحت في الكومنتات رايكم بالله عليكم. والله انا مش ببالغ يا شباب. انا حاسس ان انا كسبان كده مش عارف ليه بس ان شاء الله يعني ان شاء الله.
يا اخي رهيب 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 رهيب. سحس قدامك كتير، خلاص الوقت تقريبا قرب يخلص يعني. احلف. يا دوبك اخلص ده كده اوكي. خلونا اتاكد من الوقت. والله سحس احنا خلاص تقريبا يعني، خلاص انت ايه رايك؟ انا خسرت على فكره، لو خلص الوقت يبقى انا خسرت. لا ما مش هديك وقت تاني، بقى لنا تلت ساعه حبيبي. الو والله ما هديك وقت تاني، خلاص خلاص هديك دقيقتين كمان وخلاص، دقيقتين عشان يبقى عملت اللي عليا والقانون قانون وكده يعني فاهم. انما غير كده انت خسران يا برو، انت خسران يا برو. اوكي كده حاجه تانية ناقص حاجه تانية؟ لا خلاص خلاص شباب يعني، ما توقعش ده لو في حاجه تانية ناقصه يبقى حرام، بجد يبقى حرام، مستحيل تبقى في حاجه ناقصه تانية. يعني ممكن نجيب بقى شويه تفاصيل من عندنا زي مثلا اللي هي لا احنا اوكي احنا كنا جايبين السلام لهدف ولازم نعمل الهدف ده اللي هو مثلا ايه، نيجي من الجنب هنا. لا بلاش، حاسس انها خرب المنظر. يابا خرب المنظر، بلاش اخرب المنظر. خلينا نجيب بتاعه التنين دي اسمها ان دي. اوكي لا دي ايوه اوكي، نحطها فين بقى دي؟ نحطها زي نظام الشماعه فاهمين ازاي، بس شماعه مضيئه شويه. ايوه كده شوفوا شوفوا شكلها ازاي رهيب. بس ممكن بقى نحط تحتها حاجه عشان تبين انها شماعه اكتر. اوكي واحنا لو جبنا كام فاير، بس كام فاير جوه البيت وحش يا شباب، شكلها يبقى وحش قوي. فممكن لا ده تبقى جامده، انت اللي مش فاهم. تبقى جامده. انت بتحاول انت تخليني اعمل اي حاجه عشان اخلي البيت لا شكله لا لا حلو. حلو يا ولا يا ولا يا ولا، ده انا فاهمك انت بالذات. اوكي اوكي ليتس جو. خلاص عرفنا نخلص شباب، ما فضلش حاجه تقريبا. ممكن بس نعملها تفاصيل بسيطه جدا بره. اوكي خلاص بس نقفل دي. اطلع. لا لا افتح اطلع. اوكي بسم الله، نحط بس تفاصيل عاديه جدا عشان نبان ان احنا بس في المالديف فاهم. مش مجرد بيت عادي يعني، مش مجرد بيت طبيعي زي اللي انت بتشوفه كده، بيت مالديفي شويه فاهم ازاي. انا خلصت يا سحس كده، خلاص انا خلصت، ومتوقع ان بيتي باذن الله هيبقى اعلى تقييم. يا اخي شوفوا المنظر بالله يعني عليكم، تقييم تحت في الكومنتات يا شباب. انا مبسوط، انا ام سو هابي ام سو هابي. انت جاهز سحس؟ خلاص احنا خلصت. انت جاهز؟ هو امان خسرت. وقت خلص يس يلا. 3-2-1 جو. هو الصراحة لو كنت سبتك تكمل فانت كنت عملت حاجة، بس انت فكرت ولا انت كنت بتغش مع جوجل؟ ايوه. احلف بالله. والله. يا راجل يعني كمان بتغش. لا يا شباب خلاص سحس يا شباب، لانه الصراحة بص يا سحس اللي بعمله ده والله العظيم مش زعل عليك ولا حاجة، عشان تغشيت بس. عشان تغشيت بس، عشان غش لزوم الغش فاهم. انما انت كانتش ينفع تغش يا صاحبي يا صاحبي، انا ما كنتش اتوقع منك انك تغش او تعمل حاجه زي كده، كنت متوقعك هتلعب بروحك. لو كنت انت لو كنت سأل. لو كنت عملت بيت قبل ما قلت لي قواعد ان انت ما ينفعش تغش من اليوتيوب. طب اسمع، طيب انا يا صاحبي كنت واخد عليك انك ممكن تعمل بيت بالديرت احسن من انك تغش، وانت عارف كده صح ولا مش صح؟ طب تعالى يلا اوريك المفاجاه، تعالى اوريك المفاجاه. ليتس جو برو ليتس جو. تعالى وبص كده بس، بصه من خارجيه، بص خارجيه بص خارجية. بالله بالله بسحس بكل حقيقة وصراحة، بكل حقيقة وصراحة. استنى انا عايز اخش جوه بس. خش جوه خش جوه اتفرج على الحلويات. بص الشمس داخلة من البيت يا ودي يا سحس، بص السرير، بص الشماعات، بص الحلويات. دي حلويات. طب انت عارف ان ممكن يكون وحش المنظر شوية، ممكن يكون وحش المنظر شوية اللي بتاع في الارض. طب انا ممكن اقول لك على حاجة، ممكن انت لو كنت حط انت لو كنت شلته كان هيبقى احسن. ما انا عارف ما انا عارف، انا حسيت حسيت حسيت. انا تقييمي يعني احسن من كده. بص خليك انت هنا وانا هظبط حاجه كده بره. لا هتقيم. لا سحس قايم، سحس قايم سحس، عشان لسه كان موت. استنى طيب استنى استنى استنى. لا 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 انا عارف انت عايز تعمل ايه. لا 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 عايز يشيل البيت يا شباب. لا 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 اشيل البيت ليه؟ لا لا والله ما اشيل حاجه والله. حلف يا شباب حلف انه مش هشيل حاجه. حلو مش عامل استشفل ولا اي حاجه. لا. اوكي خلاص خلونا نشوف يا شباب. اوكي يعمل ايه شباب؟ انا فايز. ادي نفس تقييم الصراحه 8/10، كان المفروض ان اشيل بتاعي في الارض ده، كان شكلها احلى الصراحه. خلونا نشوف يعمل ايه. ماشي اوكي. والله شكله اللي في بالي مش عارف ليه. لا 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 ويلي لا لا انا عارف اللي في بالي. بس بس عرفت 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 عرفت. هيعمل شباب مدفع كده على البيت فاهم. لا يا حبيبي لا يا حبيبي، بيتي تحفة التحفة. بس اكتبوا رايكم تحت في الكومنتات وتقييمكم للبيت طبعا. اوكي هو بيت ما فيهوش اي حاجة يعني مودرن. تمام اديله تقييم. حاسه بيت يعني معمول من شوية قش وطوب تمام وجلاس. طيب تقييمك بقى، تقييمك مش مهم رايك من كام؟ من 10 مش مهم رايك، المهم تقييمك. طيب
تقييمي من 10. ايوه انا عن نفسي لو كنت كملت بيتي كنت اديله 1,000,000 من 10. لكن وبيتي. انت بيتك بكل صراحه حلوه، بكل صراحه والله ما في اي حاجه حلوه صدقني. هو حلو كديزاين ابيض ورمادي، بس هو يعني ممكن ياخد 7.5 من 10. ليتس جو. انا بالنسبه لي حلو التقييم ده. شوف بقى تقييمه تحت في الكومنتات البيت بتاعي، وسحسي غشاش طبعا هاشتاج سحسي غشاش. وبس يا قصه المقطع، تعالى 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 بص بص اوريك حاجه تعدلها في البيت. حط لايك واشتراك وتفعيل زر التنبيهات وبس. فيكم كده جرخر الله استاذ سحسي. ايزي ايزي لا ما شفت عشان تغش. ما شفتش الشجره طالعه من البيت؟ يلا يلا ديزاين يا عم قول يا عم. ايه الخرا اللي كنت عامله؟ سلام يا شباب. مكماليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مكماليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مكماليون.